ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا البوبليتيا الفوسه والماسلز اوف ذا انتيريور ولاترال كومبارتمنت اوف ذا ليج. اول حاجه نبدا البوبليتيا الفوسه. البوبليتيا الفوسه عندك من تحت هتلاقي تو هيدز اوف جاسترو كنيميس، واحده لاترال وواحده ميديال. دي اللاترال هيد اوف جاسترو كنيميس، ودي الميديال هيد اوف جاسترو كنيميس. تشوف فوق دلوقتي انت ممكن تشيل اللاترال هيد اوف جاسترو كنيميس دي، تلاقي ايه المسل دي اللي هنا دي، تقدر تشيلها ايه بوبليتيس. يبقى دي اللاترال اللي هي البلانتيرس مش بوبليتيس. يبقى تشيل دي اللاترال هيد اوف جاسترو كنيميس، تشيلها تلاقي البلانتيرس. البوبليتيس في الفلور هنا، شايف؟ تشيل دي البوبليتيس في الفلور على الارض بتاع البوبليتيال فوسة. هتلاقي فوق لو فوق لاترال هتلاقي الهيدز اوف بايسبس، ده البايسبس، ادي اللونج هيد والشورت هيد. الناحيه الثانيه ميديال هتلاقي السيمي ممبرينوزس والتندول اللي هو الاوفر دوت، التندول المدور يعني، ده سيمي تندونوزس. ماشي. وبعدين في الاستراكشرز بقى هتلاقي الديب خالص، شيل كل ما تلاقي الديب الارتري بتبقى كبيره هنا. فوقيها بتلاقي الفين، فوقيها النيرف. البين الاول كان لاترال بيكروس سوبرفيشال، وبعدين يبقى ايه؟ يبقى ميديا. وبعدين انت كده بتشوف ده النيرف، قلنا الموست سوبرفيشال. وبعدين الانتيريور ده طبعا النيرف دوت السياتيك، السياتيك اللي هو بيتقسم تيبيال وكومن برينيه. تمام. تيبيال بيبقى اكبر. بعدين انت عندك الانتيريور كومبارتمنت اوف ذا ليج ماسلز. الانتيريور كومبارتمنت اوف ذا ليج، امسك اول حاجه عندنا توم. ده توم هاز فيري نايس دوكس اوف اكس. التي تيبيالس انتيريور، الاتش اكستنسور هاليسوس لونجس. وبعدين عندك الفيسل تيبيالس اللي هي الفيسل بتاعت الانتيريور، الانتيريور تيبيال فيسل. وبعدين الانتيريور تيبيال نيرف. بعدين الاكستنسور ديجيتورام لونجس دي. وبعدين البيرونيس تيرتيوس ده الاخير. اللاترال طبعا في الانتيريور تيبل نيرف قلنا البيسنس. اللاترال كومبارتمنت هتلاقي البيرونيس لونجس اللي هي سوبرفيشال، وديب ليها البيرونيس بريفيس اللي هي بيعمل جروف ده، بتبقى دي ما بينهم بيبقى الماسكلو كوتينيوس نيرف. ماسكلو كوتينيوس ما بين البيرونيس لونجس وبريفيس. تمام كده. السلام عليكم.